يونس سلمون وجه كل الناس بيعرفه، تمسك الكاميرا وبتلقط اهم اللقطات، صديق وزميل، ابن بيت وابن عيلة، بوقت الصورة بتحنية اللحظة. كلنا نقول ممكن شو ما كان بس الصورة بتضل، مشان هيك بنركض تناخد صورة، مش بس نحن حتى المشاهير. صارك زمان بتشتغل مع عدد كتير كبير من المشاهير المطربين والفنانين والسياسيين، شو بتخبرنا عن شي صار معك حلو بهيدا الوقت؟ ولا شو الواحد يتذكر ليتذكر، يعني اشياء كتير حلوة صارت بحياتنا، بس انه مش حاصرها بالضبط. مثلا اليوم انا بعرف انك بتعرف كيف تلقط الصورة، كيف تاخدها لأي شخص، وصاروا يطلبوك او يتلفونك لأنك تكون بتصور خصوصي لهدول الاشخاص. ليك انه كل وجه له ميلة خاصة بيطلع فيها احلى، صح؟ يعني مش من كل الميلات بيزبط، صح؟ اوقات في وجه بيزبط من ميلة ما بيزبط من ميلة، مشان هيك صار عندي طريقة مثلا انه بشوف شخص بعرفه من اي ميلة لازم اخذه. تعودت نتيجة الخبرة، تعودنا على الناس والناس تعودت علينا، ومثل ما قلت من قديم مش جداد يعني على القديمين، وماشي الحال الحمد لله. كرمت بعدد من المرات لانه عادة الناس بتكرم اللي ورس اللي هن واقفين بالشاشة مش اللي بياخذوا الصور، هذه كان حرص مهم. صح فعلا فعلا تكرمت، كرمنا اكثر. شو اعطاك؟ شو اعطاك بوش؟ يعني هيدا شو خليك تحس؟ هو كل شيء اسمه تكريم حلو. هن بيقولوا كلمة يعطيك العافية، صحيح ما بتجيب مصاري بس بتجبر بالخاطر. مظبوط. قد ايه بتحس انك انت وصلت للي بدك اياه تكون هالقد الناس بتقول لك ميرسي او يعطيك العافية؟ ما هي لما الواحد بيتكرم على شغله على شغله على شغله بيعملها، انه هذا هو اللي ببين بالحياة يعني. وعم بتجرب تبني علاقات من الصحافة، من الإعلام، من الفنانين، من السياسيين. الحمد لله، عندنا كثير علاقات. أنا بعرف أنت بتحب الفن أكثر من السياسة. صح. مين لحديت هلا من الناس اللي صورتهم كثير أنت بتحب تصورهم؟ كيف شفتهم؟ يعني بتحسهم وجههم قريبة قريبة على الكاميرا. كثير فنانين. أعطيني حدا أنت بتحبه. يعني نجوى كرم، أليسا، هيفا، يعني هول النجوم مثل هول. والسياسيين؟ سياسيين شو بدنا بالسياسة؟ خلينا بالفن. خلينا بالفن. خلينا بالفن. أنا بقول يعطيك ألف عافية حبيبي، من أهم الأشخاص والزملاء. ممنونك والله. لا جد، اللي قدروا عطيوا الصورة قيمتها، وقدروا تركوا الأثر حلو بين الإعلاميين والصحافة والنجوم اسم يونس سلمون. ممنونك شكرا. يونس انا بدي اقول لك هذا تكريم كمان. حلو. هذا التكريم بحق الله يخليك يا رب. انت اسم حلو لشخص حلو لانسان تعب، وان شاء الله بيلاقي ناس. حبيب قلبي يعطيك الف عافية. شكرا لك. علفت الغير متوقع. بالعكس يونس، يونس انا بقول انتو ناس لازم يتضوا عليكم لانه انتو بدونكم ما في هيدا كل اللي عم بيصير. كل الشكر لكم. انا بحبك كثير حبيبي. كلك زوج وانا كمان حبيبي. حبيبي.